أما رسالتي الثالثة فهي للمؤمنين في كل مكان. يقول النبي: من سمع مناديا يقول يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. أقول لجميع المؤمنين في كل مكان: يا أبناء كتاب الله وعترة رسول الله، لقد تكررت عاشوراء مرة أخرى في البحرين بكل فصولها ومجازرها، ابتداء من قتل الرجال وانتهاء بهتك حرمات النساء وحرق البيوت والخيام. ها هم السعوديون الوهابيون أحفاد بني أمية يهاجمون أحفاد أهل البيت عليهم السلام وأنصارهم في مدن وقرى البحرين المظلومة الجريحة. ها هي القوات الغازية تحتل وتقتل وتحرق وتهاجم الجميع تحت شعار بني أمية: لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. أيها المؤمنون في كل مكان، إنكم اليوم والله العلي العظيم أمام امتحان عسير، فإما مظلومين في كربلاء البحرين، وإلا فإن من سمع واعيتهم فلم ينصرهم فليس من هذه الأمة. وإذا لم تكونوا قادرين على أن تنصروا إخوانكم بأنفسكم، فهل تعجزون عن نصرتهم بصرخاتكم واحتجاجاتكم؟ إنني من موقع مسؤوليتي الدينية أدعو جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية على ما ترتكبه القوات السعودية الغازية، خاصة أدعوهم إلى الخروج في يوم الجمعة القادم. اجعلوها جمعة غضب على إقامة القوات السعودية مجازر عاشوراء ثانية في كربلاء البحرين. وأقول: أيها المؤمنون، إني قد بلغت، اللهم فاشهد.